أروى منورة كاميرا سيدتي. شكرا، أنا بحب سيدتي، بموت فيكم. احنا كمان بنحبك، واطلالتك النهارده بتجنن. كلميني عن اطلاله التحفه بتاعتك. الاطلاله اليوم المسؤول عنها حكمه ستايلست، هو من لبنان موجود في دبي، مسؤول عنها كامله. هو الفستان شرب الكرم، نصولي مجوهرات، سام من عند لورنس ميك اب وشعر. كيف لجنه تحكيم الميركس دور، والميركس دور لاول مره بيقام في الخليج، ارض جديده للميركس دور، كمان في فئات خليجيه، قد ايه مهم تواجده، قد ايه مهم موضوع ان يبقى في فئات خليجيه وفي يعني تسليط ضوء اكتر على الدراما والاعمال والمشاهير الخليجيه؟ شوف، انا بما انه انا مش اول مره مع الميركس دور، الميركس دور حتى لما كان بلبنان كان كثير بيكرم فنانين خليجيين، كرموا الفنان احلام، الفنان جسمي، كرموا كثير اسامي خليجيه. الفرق هذه المره لما صار على ارضنا، يعني صار في الخليج، الفرق انه صار يتوغل اكثر في الدراما الخليجيه، يتوغل اكثر في فنانين في الدراما وفي الغنى معروفين على المستوى الخليجي اكثر من على المستوى العربي بس. فهذا اتصور هو الجديد فيه، ومبسوطات لهم كثير، وان شاء الله يكون على الايام الجايه موجود دايما. انت اديتي جوائز الميركس دور كلجنه للمشاهير، لكن لو بتدي جائزه ميركس دور لحد من حياتك الشخصيه تديني؟ اعطيه لزوجي وعائلتي، امي كمان اعطيها جائزه مهمه، لانهم كلهم واقفين معايا ودايما سبورتيف في الحلوه وفي المره، فاحبهم كثير. بس